وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سعادة النائب بعد التحية، العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة هي بلا شك علاقات متميزة وتاريخية ومتجذرة، لو تحدثنا أكثر حول هذه العلاقات لو تكرمت. مرحبا، مساكم الله بالخير. أولا شكرا على هذه الدعوة، أنا بالفعل ممتن لكم ولتلفزيون البحرين العريق اللي أتاح لي هذه الفرصة ليعبر عن مدى العلاقات التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، لها علاقات تاريخية راسخة وسط حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهم المستقبلية. وتتسم علاقات دولة الإمارات ومملكة البحرين بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة من على أيام الأبوين الراحلين اللي ما زال ذكرهم عالق في قلوبنا، وما زال وأنا أؤكد على هذا إن الناس يعني ولله الحمد وما زالت تدعو لهما بالرحمة والمغفرة اللي وصلون لهذا التماسك واللحمة العظيمة بين البلدين. كذلك أخي الكريم، لا ننسى الرابط أو الروابط الأسرية والتبادل الثقافي وعلاقات المصالح الاقتصادية اللي إلى اليوم تزداد تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وعاهل البحرين سيدي جلالة الملك حفظه الله. وتعكس زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن مدى قوة هذه العلاقة بين البلدين، والتي تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي بما ينعكس خيرا على جميع شعوب المنطقة وبما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس، إضافة إلى مواجهات مختلفة للتحديات الراهنة. وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى رفيع في المجالات كافة، احنا اهل البحرين بلا شك نثمن الدعم المتواصل لدولة الامارات ومواقفها النبيلة والمشرفة الى جانب مملكة البحرين وشعبها. كذلك نشيد بالدور الريادي الذي تقوم به الامارات على الصعيدين الاقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية ودعم العمل المشترك بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة بلا شك للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات القائمة المتميزة بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها وتوسيع آفاق وتعاونهما والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة والمزيد من التقدم والازدهار. تكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل ما تتمتع به البحرين والإمارات من ثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما سياسة حكيمة ومعتدلة تدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات والحرص المشترك على أمن الخليج العربي وتقدمه وتعزيز التضامن العربي والإسلامي ونشر رسالة التسامح والسلام في المنطقة والعالم ووقوفهما صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في قيادتها للتحالف العربي في مكافحة الإرهاب. أخيرا، كما يرفض البلدان بشكل قاطع التدخلات الإيرانية السابرة والمتكررة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية واستنكارهما لدعم إيران للجماعات الإرهابية وتمويلها بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائما إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استنادا إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. أخيرا، نحن أهل البحرين نقول لسمو الشيخ محمد بن زايد مرحبا بك طويل العمر من ممشاك لين ملفاك في بلدك الأوحد، لأن الإمارات والبحرين بلد واحد وشعب واحد وكذلك مصير واحد. شرفنا بقدومك طويل العمر، ومثل ما تقول دائما البيت متوحد، احنا نقول بعد البيت متوحد ويا مرحبا بك مليار.
نعم سعادة النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الكريمة.